رياضي والمتخصص كمان في الكره العالميه، لطبعا يعني وجود بعض التقارير والاحاديث الصحفيه مع نجوم من نجوم كره القدم العالميين زي كريستيانو رونالدو، بعض النجوم ايضا اللي عمل معاهم استاذ محسن لملوم بعض الاحاديث الصحفيه. استاذ محسن تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا كابتن فاروق، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينا الكرام. اكيد يعني كلامنا هيكون على صلاح يعني الارقام اللي دايما بيحققها صلاح، النهارده وصوله للرقم 100 في عدد الاهداف في الدوري الانجليزي، واكيد فرحة المصريين وفرحة ليفربول نفسه بنجمه اللي دايما متواجد على الساحة بأرقام، متواجد على الساحة بأهداف، متواجد على الساحة بسعادة لجماهير ليفربول وبالتالي أيضا سعادة للجمهور المصري. والله طبعا يا كابتن فاروق زي ما حضرتك قلت شيء جميل بصراحة، صلاح هو يعني ما أصبح مصدر السعادة لنا كلنا، خاصة طبعا في ظل مش عايز اسميها فتنة، في ظل الأجواء المشتعلة شوية في الرياضة المصرية وفي كرة القدم المصرية، لكن هو صلاح بيجي طبعا بيغطي بفرحته العالمية على كل الأحداث السيئة دي. محمد صلاح طبعا بيصل لهدف 100، مش بس الهدف 100 يعني، ده كمان وصل أو قرب إن هو باقي له بس أربع أهداف أو خمس أهداف بالظبط، صحيح رقم دروجبا صحيح، اللي هو اكتر افريقي سجل في البريمير ليج. طبعا البريمير ليج مش اي دوري، حضرتك شايف الفرق شاسع جدا حتى في الخمسه الكبار، الفرق شاسع اصلا ما بين الدوري الانجليزي وكل الدوريات اللي تيجي تحتها يعني. صح. بكل امانه لو وصلنا للخمس دوريات الكبار لو اتشال فقط ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان وراح الدوري الانجليزي الدوريات كلها ماتت بكل امانه، لا الاسباني ولا الايطالي ولا ولا الالماني ولا الفرنسي. فالدوري الانجليزي ده لا يقارن باي بطوله يعني، بمثابه انا بعتبره بمثابه كاس عالم كل سنه. فكون محمد صلاح يسجل 100 هدف منهم 98 هدف بس مع ليفربول منذ انضمامه، كان سجل قبل كده هدفين مع تشيلسي لما كان اتنقل له من سويسرا من بازل السويسري، بصراحة أرقام كبيرة وحاجة مفخرة. كمان بينافس مين يا جماعة؟ بينافس كريستيانو رونالدو أسطورة الحية، وروميلو لوكاكو الدبابة البشرية اللي موجودة في تشيلسي، فده طبعا شيء عظيم إن هو بيقدر. وهاري كين برضه يعني من ده برضه شغال، ما هو نسينا والله ما هو دول بقى جم بقى منافسين لصلاح أكتر بقى، يعني الموضوع بقى بيوسع بالظبط السنه دي كمان مع وجود لوكاكو تحديدا يعني. كان دايما كنا نقول هاري كين وصلاح، هاري كين وصلاح وماني كان بيبقى معاهم احيانا، لكن بكل امانه مع عوده كريستيانو رونالدو اللي هو بصراحه ظاهره في سن 36 بيعمل الكلام ده، ده ظاهره لوحده. في ظل عوده برضه لوكاكو موضوع ثاني يعني، دبابه بشريه كلنا شفنا امبارح لما بيسجل الهدف الثالث لهدفه الثاني يعني في تشيلسي، بصراحه بيسدد اشبه بالرصاص من وضع الثبات يعني. حركه طبعا لاعب كره وتفهم الكلام ده، مش بيشوط كره، ده بيسجل بيسدد طلقه بندقيه من وضع الثبات يعني، مش ممكن يعني حاجه. لكن برضه خليني اقول لك ان يعني الدوري الانجليزي الهدافين متواجدين مختلفين في الجزء الفني يا استاذ محسن، يعني صلاح حاجه ولوكاكو حاجه وكريستيانو حاجه تانية وهاري كين حاجه، يعني كل واحد عنده تنوع في تنوع في الشكل الفني وفي المهارات حتى يعني، حتى وانت بتتكلم على مدربينهم بيعتمدوا عليهم بشكل مختلف في الشكل الخططي بالذات يعني. زي ما حضرتك قلت هم لعيبه كلهم بشكل مختلف زي الانديه كلها يعني. انت النهارده الدوري الانجليزي مش زي الاسباني مثلا، ريال مدريد وبرشلونه ومعاهم اتلتيكو مدريد، مش زي الايطالي هتلاقي اليوفنتوس والانتر شويه الميلان رجع يعني، هتلاقي حاجات بسيطه. لكن في الدوري الانجليزي بتلاقي تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وليستر، يعني كل فريق حاجه بصراحه يعني، اي حاجه تتوقعها في الدوري الانجليزي يا كابتن فاروق، اي فريق يكسب اي فريق وباي عدد الاهداف. كذلك الحال بالنسبه للاعيبه، احنا مستمتعين تماما سواء بالانديه او بالفرق يعني او بكل اللعيبه يعني. انت بتتكلم دلوقتي انتهت مباراه ريال مدريد وسالتا فيجو، ريال كسب 5 يعني، ظبط السالتا فيجو. لا طبعا هو دوري اسباني قوي، لكن فعلا اتكلمت في نقطه مهمه جدا بعد رحيل كريستيانو وميسي، وفعلا كان ميسي مثلا راح مانشستر سيتي يعني كان الامور كان بالنسبه للدوري الانجليزي كان هيبقى تسويقيا اعلى واعلى بكتير، كان لا كانت كره القدم قفلت على انجلترا. أيوة شكرا. الباقي ده كان مع نفسه بقى. بكل امانه حدش النهارده بيتفرج، مع احترامي طبعا، الدوري الاسباني قل بنسبه كبيره جدا، الدوري الايطالي قل بنسبه اكبر 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 يعني، يكفي ان فريق زي انتر ميلان اللي موجود الفاكهه هناك شويه في الدوري الايطالي يعني، يكفي ان فريق انتر ميلان اللي هو بطل الدوري ما حافظش لا على مدربه كونتي ولا على لعيبته رومولو لوكاكو اللي هو المهاجم
بيتكلموا ولا على اشرف حكيمي يعني. وحتى ميلان اللي هو بيرجع بعد فتره حتى لدوري ابطال اوروبا، النادي الكبير عملاق اوروبا، بيفقد اهم لاعب عنده اللي هو دوناروما اللي هو حارس المرمى اللي هو خد افضل لاعب في يورو 2020 اللي اقيمت اخيرا. لا فالدوري بيفقد النجوم وبيروح لل طيب. وسبحان الله في حركه تناقلات في 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 على مستوى المدربين، لكن النجوم كلهم وكره القدم بصراحه بكل امانه موجوده في انجلترا. طيب انت شايف يعني الدوري الانجليزي يعني معالمه هل ابتدت بالنسبه للاربعه الاوائل حتى الان يا استاذ محسن؟ لا 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 لا، ولا بعد الدور الاول حتى معالمه الدان. ده دوري غريب متقلب. النقطة لو حضرتك تتذكر السنة اللي فاتت يا كابتن فاروق في الموسم الأخير لحد آخر أسبوعين ما كناش عارفين مين هيبقى التاني ومين التالت ومين الرابع ومين هيروح. مانشستر كان مبتدي كمان وحش لو تتذكر برضه، أنت بتتكلم عن الموسم اللي فات يعني. بالظبط. لكن لا ما تبانش خالص يعني. عندك نادي زي توتنهام شوف بدأ إزاي، كان متصدر جه امبارح اتغلب بالتلاتة. مانشستر يونايتد رغم انتصاراته بس تحس ان هو احيانا بيبقى متذبذب، يمكن رونالدو حتى رجع له شويه من الهيبه وال يعني اضاف له قوه طبعا بالتاكيد. سيتي هيعاني السنه دي بشكل كبير اكيد. ليفربول بعد معاناه السنه اللي فاتت كم الاصابات المرعب اللي كان في الفريق السنه دي ظبط. انا شايف ان اكتر فريق اقرب للدوري الانجليزي السنه دي طبعا لسه كلام بدري، بس اللي هيفرض نفسه السنه دي بصراحه فريق تشيلسي، اقوى فريق موجود في كل اوروبا بصراحه، فريق متكامل سواء من الجهاز الفني المدرب او اللعيبه. بصراحه حاجه رائعه، شابوه بصراحه لتشيلسي، بقت ماتشاته كلها ممتعه جدا. استحق عن جداره واقتناع بطوله دوري ابطال اوروبا، والسنه دي بيقنع في الدوري الانجليزي. طيب خليني بقى يعني انا هكمل في صلاح في نقطه كده مهمه جدا ترددت الفتره اللي فاتت بعد ماتش المنتخب ازموس، وهو ان صلاح يعني انا بسمعها يعني انا مستغرب جدا ان المصريين ابتدوا يرددوها، ان صلاح ما بقى مهتم جدا بليفربول وبيحرز اهداف، وفي المنتخب المصري يعني الراجل جاي ايه بيتفسح يعني زي ما بيتكلم. رايك في النغمه دي ايه؟ النغمه دي الناس اتكلمت فيها ليه؟ لما صلاح طلع واتكلم بعد اللي حصل في كاس العالم في روسيا في البطوله الاخيره، لما كلنا شفنا حتى صلاح لما سجل هدفين واحد في روسيا مع علينا مباراه روسيا، لما سجل حتى في السعوديه ما فرحش وكان واضح على شكله، وطبعا كان له خلافات كبيره جدا مع اعضاء اتحاد الكوره، والخلافات دي شئنا بقى بين كابتن فاروق موجوده كانت موجوده عنده، يمكن في التخبطات بتاعه اللي حصلت في اتحاد الكوره دي خليته حتى بقى ضدهم شويه يعني، ما شال من على تويتر عنده ما اعرفش لاعب منتخب مصر. الحاجات دي كانت مش عشان المنتخب، الموضوع هنا هيبقى فيه ظلم لصلاح، كان عشان اتحاد الكوره، كان هو ليه خلافات معاهم وهم عايزين بقى لما شفنا مثلا في روسيا لما راح قابل رئيس ما اعرفش الشيشان حاجات كده، والراجل مش عايز الكلام ده، عايز يبعد عن الكلام ده او عايز يركز في الكوره، وطول عمره بيركز في الكوره، لكن خلوه اشبه بسوء عكاظ. وانت عارف بقى يعني طبيعه الشرق الاوسط عامه مش او الدول العربيه ان بيبقى فيها ايه مش الوسائط يعني، ده جايب اصحابه يصوروا، ده جايب اخواته مش عارف يطلعوا، الكلام ده طبعا ما يمشيش تماما مع الشغل الاحترافي اللي موجود في اكبر دوري في العالم والدوري الانجليزي اللي فيه محمد صلاح اللي هو افضل او اشهر نجم شئنا ام ابينا. فعشان كده هو كان له خلافات مع مش مع المنتخب، مع رجال اتحاد الكوره، عشان كده اعتقد في فتره الجايه الامور هتبقى احسن كتير، لان طبعا منتخب مصر ان شاء الله عنده مباراتين مهمين جدا، مصيرتين شاءت الظروف ان هم يبقى مصيرتين، اللي هم مباراه ليبيا في الجوله الثالثه والرابعه، المباراتين ليبيا في الجوله الثالثه والرابعه ان شاء الله منتخب مصر يفوز في الاثنين او على الاقل ياخد 4 نقاط، يبقى ان شاء الله يصل للمرحله الثالثه والاخيره اللي هو قاب قوسين او ادنى من العوده لمره اخرى للمونديال، اللي بكل امانه لو ما حصلش مش مصر اللي هتخسر، صلاح هو اللي هيخسر، او بكل امانه المونديال هيخسر وجود واحد زي صلاح. هو طبعا هتبقى مسؤوليه على صلاح اكتر من اي شيء، لان هو نجم كبير ودايما المصريين حاطين امل، وده اللي انا بقول عليه يا استاذ محسن، ان صلاح الماتش اللي فات مثلا ما جابش هدف، الامور ما كانتش ماشيه معاه بالشكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، وده احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر هي كوره جماعيه ولازم طبعًا مساعده لصلاح، وجود واحد زي كروش كابتن فاروق ما تنساش، ده مهم جدا عايز اسالك عليه يعني بالظبط، لان كروش النهارده وكالات الانباء كلها تناقلت الخبر ليه، لان اولا كروش اسم كبير اي نعم طبعا مش من الصف الاول، بس راجل على الاقل درب ريال مدريد قبل كده، له تجارب مع منتخبات ممكن ما يكونش ناجحه كتير، لكن هو يعني هو الانسب في الفتره الحاليه لمنتخب مصر، كمان هو هيدرب مين؟ هيدرب محمد صلاح، احد
احد افضل لاعبي العالم في الفتره الاخيره. فيمكن عشان كده لو حضرتك بصيت هتلاقي كل وكالات الانباء تناقلت الخبر. ده ما كانش بيحصل قبل كده. مع احترام طبعا لمنتخب مصر اللي اكيد منتخب هو الاول في افريقيا، لكن كان عنده شويه مشاكل شويه في كاس العالم. في الفتره الاخيره الحته دي ما بقتش موجوده. وجود واحد زي صلاح، وجود النني، وجود تريزيجيه، اللعبة المنتشره في دوريات اوروبا، مصطفى محمد بقى والمجموعه اللي موجوده في تركيا والبقيه، ده خلى الاسم اكبر شويه. وخلى لما واحد زي كروش المعروف طبعا في اوروبا، عشان كده هو كان راجل كتب حتى على تويتر عنده ان هو بكل فخر بيتلقى او بيرحب بدعوه الاتحاد الكره المصري لتدريب منتخب مصر، وجاي عشان يحقق احلامهم. اعتقد الفتره اللي جايه يكون ان شاء الله مع تغيير الدم الجديد ده ان شاء الله يكون منتخب شخصية مصري، شخصيه المنتخب لازم تكون افضل، وشخصيه هجوميه، والامور بالنسبه لنا تبقى مختلفه عن سنين فاتت. يعني ما نتمنى يعني نرجع لوضعنا الطبيعي يا كابتن. صحيح. طيب خليني اخدك للدوري المصري.